السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، وهي فرصة تدريب ممولة بالكامل في بريطانيا في دولة من أعظم دول العالم. طيب خلينا دلوقتي نشوف التفاصيل الخاصة بهذه الفرصة. هي فرصة تدريب ممولة بالكامل زي ما قلنا في دولة بريطانيا، تمام؟ الدول المتاحة للتقديم لهذه الفرصة جميع دول العالم متاحة، سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي من غير وجود اي مشكلة خالص، تمام؟ طيب بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة هذا التدريب، هي جهة اسمها European Placement Agency UK، تمام؟ هي وكالة خاصة بمجالات كتيرة جدا زي الداتا ساينس زي البيزنس، يعني بتعرض تدريب في مجالات مختلفة وهي خاصة بالتدريب بشكل كبير جدا، تمام؟ فالوكالة دي بتعرض تدريب كتير ومركزها موجود في بريطانيا، وتعتبر من يعني من الوكالات الرائدة في هذا المجال أو في المجالات اللي احنا قلناها. طيب بالنسبة لأهداف التدريب، التدريب ده حضرتك لما انت تروحه المفروض انت تعمل ايه؟ خلينا الاول ندي نبذه كده ان التدريب ده متاح لطلاب وخريجي المجالات الخاصه بالمحاسبه والاداره والبنوك وغيره، تمام؟ يعني لو انت ليك علاقه مثلا خريج او بتدرس دلوقتي مثلا محاسبه اداره اداره مصرفيه مثلا واداره بنوك، الحاجات اللي ليها علاقه بالمجالات الادبيه اللي زي دي يمكنك التقديم. ولكن ايضا لو انت شخص مالكش اي علاقه بالمجالات الخاصه بالمحاسبه والاداره والحاجات اللي زي دي، ولكن انت شخص بتطمح او مهتم بهذه المجالات وعايز تنضم لاحد هذه المجالات فده متاح، يعني يمكنك التقديم لو انت ليك علاقة بالمجالات دي او مالكش علاقة، تمام؟ لان دي فرصة تدريب وانت بالفعل عايز تاخد تدريب في حاجة او تنمي مهاراتك في شيء معين انت مهتم بيه، فبالتالي يمكنك التقديم، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتدريب ده المفروض انت حضرتك هتعمل ايه وهيكون اهداف التدريب ايه وايه المفروض يعني هتحصل عليه من هذا التدريب؟ التدريب ده هيشمل حاجة اسمها اعداد وتسوية الحسابات الشهرية، يعني الحسابات الشهرية الخاصة بهذه الوكالة انت هتكون مساعد في ذلك، تمام؟ كيفية نظام المحاسبة وانك تعمل سيستم حسابي لشركة معينة او وكالة، كل ده هيبقى شامل وهتتدرب عليه. كمان في حاجة اسمها اجراء تخصص النقد وترحيل الحركات في نظام المحاسبة، بيتسمى بحاجة اسمها نيت سويت، تمام؟ فده برضو هيتم التدريب عليه. في حاجة اسمها معالجة الشيكات والحوالات المدفوعة والمدفوعات الإلكترونية، تمام؟ ده برضو هيتم التدريب عليه. إعداد ملخص نقدي على أساس يومي، تعمل ملخص نقدي لليوم كان بيصير إزاي أو حركة أو يعني الوكالة إزاي في نظام المحاسبة بتاعتها، سواء مبيعات تبع الوكالة أو أي شيء، فكل ده أنت هتتدرب عليه. التعامل مع وحل المشكلات المصرفية المعقدة والنقدية والاستفسارات المالية الأخرى ذات الصلة، تمام؟ كمان هيكون العمل مع فريق مبيعات الإعلانات الأمريكية. طبعا الوكالة دي هي داخل فيها شراكات مع وكالات أخرى ومؤسسات أخرى، فيكون في فريق أنت تشتغل معاه وفريق خاص بالإعلانات، تمام؟ ولتحسين حسابات العملاء ودفع الأعمال إلى الأمام، تمام؟ فطبعا دي كلها حاجات تعتبر إلى حد ما مش واضحة بشكل كبير، ولكن أنت لما بتروح هناك وبتبدأ التدريب بيتم إيضاح ليك كل التفاصيل وبتتعلم حاجات كتيرة جدا عن نظام المحاسبة والبنوك وما إلى ذلك لو أنت مهتم بأحد هذه المجالات، تمام كده؟ وقلنا ممكن التقديم لو أنت شخص ليك علاقة بالمجال أو مالكش علاقة بالمجال، لأن دي فرصة تدريب وليس منحة دراسية إن لازم يكون عندك فيها خلفية، تمام؟ طيب بالنسبة لمدة التدريب ده، التدريب ده مدته 6 شهور، تمام؟ مدته 6 شهور. طبعا ممكن تقعد اكتر، ولكن الافضل يعني هو ممكن تقعد اكتر ولكن الافضل مدتك ما تقلش عن 6 شهور، يعني عشان تكون خدت فترة التدريب بشكل كبير، وده برضو بيبقى يكون افضل يعني. طيب بداية التدريب ده اذا تم قبولك يمكنك ترتيب الموعد للسفر والتدريب مع الجهة المانحة. بالنسبة لموعد السفر وبداية التدريب، هو عادة هيكون السنة القادمة، يعني من بداية السنة القادمة هيكون في ترتيب لمواعيد السفر لحضور هذا التدريب، ولكن محددوش الميعاد تحديدا هيكون امتى، لان دي فرصة تدريب. فانت لما بتتقابل مع المؤسسة هما بيتواصلوا معاك وبتبدأ ان انت ترتب معاهم كل التفاصيل، وبتبدأ ان انت تعرض التاريخ اللي انت متاح فيه للسفر، وهم بيوضحوا لك مواعيد التدريب وبتشوف المواعيد المناسبة وعلى اساسها بيتم ترتيب كل شيء للسفر، تمام كده؟ طيب
بالنسبة بقى للتمويل اللي بيشمله هذا التدريب، التدريب ده بيكون مجانا بنسبة 100%، يعني انت مش تدفع اي رسوم خالص للتدريب ده، تمام؟ كمان هيكون في الاكوموديشن اللي هو السكن، هيكون مشمول من ضمن التدريب. كمان هيكون في راتب شهري ومكافآت مالية. هما طبعا ما حددوش الراتب الشهري كام، ولكن هيكون في راتب شهري، وراتب شهري كبير عشان يغطي لك تكاليف المعيشة بتاعتك سواء من طعام او غيره، هتقدر انك تغطيه من خلال هذا الراتب. وايضا مع الراتب الشهري هيكون السكن مشمول. كمان الترانسبورتيشن، مصاريف النقل داخل المدينة، هيتم اعطائك بطاقة نقل، تمام؟ فكل ده هيتم تحمله. ومصاريف النقل كمان ممكن يتم المساعدة في مصاريف تذاكر الطيران، لأن هم حددوا على الموقع الرسمي اللي هنشوفه بعد شوية مصاريف النقل بشكل عام، فممكن يتم المساهمة كمان في مصاريف تذاكر الطيران من دولتك إلى بريطانيا الذهاب وعودة. كمان هيتم عمل رحلات استكشافية في المدينة. لو يعني أنت أكيد هتفضل 6 شهور، أكيد يعني هيكون في تنظيم رحلات لاستكشاف المدينة وما إلى ذلك. كمان ممكن العمل بشكل رسمي اذا اتميت مده التدريب اذا كنت شخص ممتاز، يعني لو هم شافوك انك شخص ممتاز اثناء التدريب وبتعمل التدريب ده كويس وكل الامور معاك تمام، فممكن انك تكمل معاهم وممكن انك تفضل بعد التدريب وتشتغل فول تايم بشكل دائم، تمام كده؟ كمان انا حابب انوه ان الفرص او فرص التدريب او المنح الدراسيه بيكون فيها حاجه اسمها خطاب قبول. خطاب القبول ده بيكون مشمول فيه الحاجات الفاسيلتيز اللي بتقدمها المؤسسه، ومن خلال خطاب القبول ده انت بتذهب للسفاره بتاعت بريطانيا الموجوده في بلدك، وبتقدر انك تستخرج التاشيره، لان بيبقى معاك خطاب قبول من جهه، يعني بيبقى فيه زي كفيل كده اللي هو المؤسسه دي هي اللي هتكفلك وهي اللي هتكون مسؤوله عنك هناك وهي اللي هتوفر لك كل ده، فده هيساعدك اكتر على استخراج التاشيره بكل سهوله بدون تعقيدات وبدون حتى الحاجه لحساب بنكي، لانهم بيشملوا كل هذا التمويل. لا تحتاج شهاده لغه انجليزيه للتقديم. الفرصة دي انت مش محتاج فيها اي شهادة لغة انجليزية عشان تقدم فيها. هو مطلوب طبعا، يعني انت دلوقتي رايح دولة تانية بريطانيا اكيد ما بتكلموش اللغة العربية، فانت يجب ان يكون عندك بعض يعني تكون محصلتك في اللغة الانجليزية متوسطة بيزك، تكون يعني عندك بتعرف تتكلم شوية انجليزي، لان انت هتروح هتتعامل مع الناس ازاي هناك. هو مش مطلوب شهادة لغة انجليزية، ولكن الافضل طبعا يكون معاك محصلة من اللغة الانجليزية، بتعرف انجليزي، تمام؟ كمان هذه الفرصة متاحة للجميع ولجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين، ولا تحتاج أي خبرة سابقة لأنه سوف يتم تدريبك. يبقى زي ما قلنا متاحة للطلاب والخريجين ومفيش أي خبرة سابقة مطلوبة. كمان الفرصة دي ليس بها حد أقصى العمر، فهي متاحة لجميع الأعمار. طيب المطلوب عشان حضرتك تقدم في أبليكيشن، هو هيتم ملء أبليكيشن الفرصة كاملة وكتابة جميع المقالات والمعلومات، وفي خطاب نية مطلوب منك تجهزه وتبعته للمؤسسة المانحة، تمام كده؟ طيب اخر موعد للفرصه دي هو كام؟ هو 17 ديسمبر 2020، هو اخر موعد للتقديم لهذه الفرصه. طيب هنا عندنا ملاحظه، طبعا ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحه متاح، وبنقدم لك وبنوفر لك الاشياء المطلوبه ليها. كمان في خدمه تانية اسمها خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم لاي فرصه ومنحه انت عايزها. دي خدمة احنا بنوفرها بشكل عام، بنوفر لك جميع الأوراق المطلوبة بشكل عام لأي منحة وانت بتقدم بيها بنفسك، تمام؟ ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بتملى استمارة الخدمة اللي انت عايزها واحنا بنتواصل معاك ونرتب معاك كل شيء. طيب هنا عندنا الإعلان الرسمي للفرصة، وهنا عندنا أبليكيشن التقديم. تعال نبص على الإعلان الرسمي للفرصة ونشوف التفاصيل الموجودة فيه ازاي. هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها هنا موجوده في الاعلان الرسمي، ده الاعلان الرسمي للفرصه، تمام؟ هتلاقي هنا مده التدريب 6 شهور فول تايم، هتلاقي هنا بشرح لك عن التدريب، التاسكس، الاشياء اللي هيتم التدريب عليها، هتلاقي هنا الحاجات اللي بيتم التمويل بتاعتها اللي هي الرواتب الشهري، الرواتب الشهريه والمكافئات الماليه، هيتم السكن تمويله، الترانسبورتيشن اللي هيتم توفيره ايضا. هنا بيقول لك ان المستوى بتاعك بي 2، بي 2 ده هو مستوى البيزك في اللغه الانجليزيه، يعني مش البيزك، يعني مستوى متوسط في اللغه الانجليزيه، فبالتالي هم مش طالبين شهاده لغه انجليزيه، ولكن طالبين ناس تكون بتعرف شويه انجليزي، لان زي ما انا قلت ان الفرصه دي يعني انت لازم هتروح تتكلم مع الناس هناك، اكيد مش هتتكلم باللغه العربيه ولا باللغه الفرنسيه، لان اللغه الدوله دي اللغه الام بتاعتها هي اللغه الانجليزيه، فبالتالي انت لازم يكون عندك شويه انجليزي عشان تعرف تتكلم مع الناس هناك. فما فيش حد يطلع يقول لي طب ما هم طالبين هنا شهاده لغه، دي مش شهاده لغه، ده بيقول لك لازم يكون عندك شويه من اللغه الانجليزيه، يعني محصله من اللغه الانجليزيه عشان تعرف تتواصل معاهم، تمام؟ فدي بس توضيح للجزئيه دي.
فده الاعلان الرسمي للفرصه، وهتلاقي كل التفاصيل فيه والتمويل هنا موجود. تمام، تعال نشوف ابلكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. هتلاقي ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بهذا الشكل. تمام، هتلاقي طبعا دي صفحه اللوجن، مطلوب منك تكتب الايميل بتاعك ومطلوب منك تحط الباسورد هنا. ولكن انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد على موقع المنحه، فبالتالي لازم تروح تعمل الاول ساين اب. تمام، تروح تعمل ساين اب الاول على الموقع الخاص بالفرصه. طبعا ده موقع اسمه راسموس، وده عليه فرص كتيره جدا، والفرصه دي معروضه على موقع راسموس، فبالتالي لازم يتم عمل اكونت الاول على موقع راسموس والتقديم وعمل بروفايل كويس على الموقع، وبعد كده ارسال خطاب النيه للفرصه. تمام، للفرصه المحدده اللي هي دي اللي هي بتاعت الايروبيان بليسمنت ايجنس. تمام، فانت بتملى الفورم ده، وبعد كده بتضغط على كلمه كرييت نيو اكونت، بعد كده بترجع تاني للصفحه الاولى اللي موجوده عندنا هنا، وبتحط الايميل بتاعك، بتحط الباسورد، وبعد كده بتعمل لوجن، وبتبدا انك تخش للابلكيشن وتملى الابلكيشن خطوه بخطوه. طبعا انا بالفعل شرحت فرص كتيره جدا سابقه على موقع الراسموس، ووضحت ازاي ممكن تعمل اكونت وازاي تقدم للفرصه المحدده، فبالتالي انا بس منعا للتكرار مش هشرح مره ثانيه. احط لكم رابط فيديو سابق، تمام، كنت شرحت فيه فرصه من الفرص اللي موجوده على موقع راسموس، وكنت شرحت فيه بالتحديد ازاي تعمل الاكونت وازاي تملى الابلكيشن خطوه بخطوه. فمنعا للتكرار انا احط لكم رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده، فتقدروا ايضا تشوفوه، تشاهدوا الفيديو ده الخاص بالفرصه، وتشاهدوا الفيديو الثاني الخاص بالتقديم او ملء ابلكيشن راسموس. تمام، فكده شرحنا كل التفاصيل الخاصه بالفرصه. تمويل صراحه ممتاز، بتوفر حاجات كتيره جدا. بدايه التدريب ده بيتم ترتيبه مع الجهه المانحه، مدته 6 شهور، يعني حاجه ممتازه جدا، ومع وكاله من احسن الوكالات اللي موجوده في العالم، لان فيها شراكات كتيره جدا. تمام، فلو حابين تقدموا للفرصه ما تنسوش ان اخر ميعاد هو 17 ديسمبر 2020، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه الفرصه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.